سلام البنات، مرحبا بكم معايا من جديد في هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نخدموا هذه الغرز تطريز هادو اللي كتشوفوا قدامكم. تفرجوا في الفيديو حتى الاخير واكيد غادي تستافدوا. بالنسبه لهاد الغرز هادو ممكن توظفوهم في التنبات. انا هنايا خدمت بخيط الصم، وانتم ممكن تخدموا باي نوع خيط بغيتوا، وخدمت هنايا على توب موسلين، ممكن تخدموا كذلك على اي نوع توب انتم بغيتوا. هنايا خدمت بالكروشيه النمره 10، كاينه النمره 11، كاينه النمره 12، مهم النمره تكون رقيقه. ما تنساوش تشتركوا على قناة مريم الا كنتو اول مره كتشوفوا هذه القناه هذه. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو، ديروا ليا جيم الا عجبكم الفيديو. ما تنساوش تضغطوا على زر الجرس اسفل الفيديو باش توصلوا دائما بجديد الفيديوهات ديالي. وما تنساوش كذلك تخليوا ليا كومونتير تقولوا لي فيه الراي ديالكم، اللي دائما كيهمني واللي دائما كنفرح ملي كنقرا لي كومونتير ديالكم، وكنحاول نجاوب كل وحده على تساؤل ديالها، وكنحاول نعطي كل وحده وقتها الصراحه رغم ضيق الوقت. واخا كنتعطل عليكم كنتمنى تعذروني، راني كنتوحشكم بزاف الصراحه، ولكن ضيق الوقت والظروف ما كيخليونيش نحط اكثر من فيديو في اسبوع. غادي نبداو بسم الله على بركه الله. كما كتشوفوا راني سطرت جوج سطوره بيناتهم تقريبا 1 سنتيم. الخيط راه في يدي تحت من النونيه ولا من المرمه. غندخل الكروشيه ديالي، غادي نجر هذا الطرف ديال الخيط بحال هكا، ونجي قدام هنايا ندخل ثاني الكروشي. بحال هكا ونجر هاد العوينه ونرجع اللور هنا بحال هكا، ونجر ثاني عوينه واحده اخرى ندخلها هنا، يعني كنشكلو بحال العقده بحال هكا. دابا غادي نجي هنا بحال هكا، غنضرب يعني غندخل الكروشي ديالي، يعني هنايا كنديرو كنديرو غرزة طويلة بحال هكا. غنجيو نشدو دابا غرزة قصيرة بحال هكا، ندخلو الكروشي ونجرو، يعني غير غرزة تقريبا نفس الطريقة، غير هادي كتكون قصيرة صافي. نجيو تاني هنايا نديرو بحال هكا نفس الشي، دابا كيتكرر بحال هكا. ونجيو نديرو واحد الغرزة اخرى قصيرة. انا هنا خدامة بالصم، نتوما تخدمو باي نوع خيط بغيتو بحال هكا. ونجي هنا انا خدامة كذلك على التوب ديال موسلين. بالنسبة للبنات اللي باغيين يخدمو على نفس النوع ديال التوب اولا الشيفون. المهم غادي نجيو تاني نفس الطريقه كما كتلاحظوا، كنضربوا غرزه طويله تشبعوها وحده قصيره. علاش؟ باش ما يتبعناش الغرزه. دابا نوريكم كيفاش كيطرى الا درت غير غرزه طويله. مثلا هنايا غادي ندير غير غرزه طويله، غنجيب بحال هكا، يعني ما كتبقاش شاده بلاصتها بحال هكا. شتوا؟ يعني ملي كنجي نضرب ثاني غرزه هنايا كتخسر ليا، ممكن تخسر ليا دابا يعني شدت، ولكن بعض المرات كتبقى يعني ماشي ضروري تبقى شاده، ذلك تما يقدر تبعد الغرزه الطويله يقدر تبعد بحال هكا ثاني. المهم نستمروا بنفس الطريقه اللي وريتكم حتى نكملوا الطول اللي بغينا. يعني هذه غرزه سهله بحال هكا، دائما كنجرو الخيط باش نقدرو نديرو غرزة طويلة هكا. يد لي لتحت راه كدور لينا الخيط على الكروشي. هكا نعاود تاني غرزة واحدة اخرى هكا، وكنرخفو كنستمرو كيما قلت لكم نفس الطريقه، كنكملو الطول اللي بغي اللي عندنا ولا اللي بغينا.
كان انه دابا الطريقه راه واضحه. الغرزه الثانيه ديال الطر اللي غادي نديرو هي بحال هكا، ندخلو تاني الكروشي بحال هكا كما كتشوفوا. هذه غرزه عاديه ولكن غنديرو نزيدوها واحد الاضافه بحال هكا، يعني كاع هادو غرز التطريز ممكن تستعنوا بيهم في التنبات ديالكم بحال هكا. دائما كندخلوا الكروشي كما كتلاحظوا السناره ديالو كتشوفوا القدام، كندوروا على الخيط عاد باش كندوروا السناره تشوف اللور باش تسهل علينا نطلعوا الخيط. انتم ندخلوا كروشي بحال هكا، ندور عليه الخيط وندور كروشي هكا. منين غادي نوصل للاخير هنايا كما كتلاحظوا غادي نبدا نضرب غرزه هنا هكا وغرزه هنا. حركة غرزة هنايا حركة، يعني هذه هي الغرزة الثانية في تطريز بالكروشي. كنتمنى يعني ينالوا الإعجاب ديالكم، وراه كيتوظفوا ممكن توظفوهم في الطرز. يعني بالنسبه للبنات اللي غادي يسولوني تاني راه يعني هذا الشيء راه ماشي ديالي يعني هذا ماشي ابتكاري ولا شي حاجه، راه هادو غرز كاينين ديال كيستخدموهم الهنود في التطريز ديالهم بالكروشي. بالنسبه لي عندها اليونيف ديال تخدم به عادي، انا هنايا خدامه بالكروشي عادي وكما كتلاحظوا راه بحال نفس الحاجه. غادي نجيب السطر الثالث هنايا وندخل ثاني الكروشي ديالي هكا، نزيد هكا ندير واحد 4 ديال الغرزه تقريبا. المهم نتوما الحساب اللي باغي 4 مثلا يعني، ولكن تبقاو يعني تاخذوا بنفس الحساب هكا. هذه هي الرابعه بحال هكا. انا غادي نخدم هنايا بهذا الموزونه المغرفه، ندير بحال هكا ندفعها. غادي نحاول انني نخدم الموزونه كما كتشوفوا راني نبت بها على الظهر، يعني هي مقلوبه موزونه مقلوبه شي بحال الا ناعسه كما قلت لكم نفس العدد ديال الغرازي. ثلاثة أربعة هنا أربعة هنا يوم، ونجيب تاني موزونة واحدة أخرى. كندخل موزونة في الكروشي كما كتشوفوا راه مقلوبة كما قلت لكم كنقلبوه بحال هكا. زوج نفس العدد دابا ثلاثة زوج ثلاثة الرابعة هنا، ونجيب تاني موزونة الكروشي ندخلها ونكمل
تنكمل السطر ديالي بنفس الطريقة،